التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية ميدان سيف العرب بانطلاقة الأشواط الصباحية الخاص بالثنايا والحول والزمول المتقسمة ما بين هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل. نسير في هذه التحديات، نسير في هذا المسار الرائع، نسير مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط. نتابع مياس على المركز الأول، سعيد بن علي بن سعيد الشحي يقدم لنا مياس مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط والبداية الأولى. أما المركز الثاني، ثاني المراكز من خلال هذا الانطلاق والتواجد الأسماء المنطلقة. هناك يتقدم غيث سعيد بالعصري بالحب العامري وغير إلى البداية، غير إلى الصدارة. أما المركز الثالث، ثالث المراكز، شاهين سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي مع المركز الثالث والمركز الرابع. أما المركز الرابع، رابع المراكز، هناك المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هناك التقدم، هناك التواجد أيضا من شاهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. يا سلام يا سلام، ما يحتاج أقرأ الكشف، هذا هو الوحش أحمد بن محمد بن كراز المهيري. يا سلام يا سلام، علقت عليه في ميدان المرموم الميدان الذكي، وكان له نصيب الأسد مشاهدينا الكرام في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام، يأتينا الوحش هنا في مكرمة أيضا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ينطلق من خلاله الأسماء المتميزة والشعارات اللامعة التي تزين هذا الميدان. أما المركز السادس، سادس المراكز مشاهدينا الكرام، اللي غير وانطلق من الجانب الآخر، هناك بركان سالم راشد بن حميد الضحاك المنصوري. يأتينا مشاهدينا الكرام مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز صيحان أحمد بن سعيد بن منانة مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز من الجانب الآخر. تابع أيضا المركز الثامن، ثامن المراكز، هناك ينطلق مايهاب هلال بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز التاسع، تاسع المراكز، هناك مياس محمد بن مطر بن حمد الكتبي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عندك يا بالكتيدة عاشر المراكز مقدام سعيد بن عمير بن عبيد بالكتيدة الفلاسي. يا سلام، هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام في شوطنا أيضا التاسع من مسافة الخمسة كيلومترات. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق، نعود مع التحدي الأول. شاهين على المركز الأول، سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب يقدم لنا شاهين مع الصدارة، وبالحب يأتينا مع المركز الثاني. هناك من خلال الانطلاقة الرائعة، هناك غيث سعيد بالعصري بالحب العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز مصيحان أحمد بن سعيد بن منانة مع المركز الثالث والمركز الرابع الوحش أحمد بن محمد بن كراز المهيري مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام. هناك ينطلق مايهاب هلال بن سالم بالعرطي الحميري مع المركز الخامس. أما المركز السادس، سادس المراكز، يأتينا مشاهدينا الكرام مياس سعيد بن علي بن سعيد الشحي مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز شاهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. أما المركز الثامن، ثامن المراكز، هناك بركان سالم راشد بن حميد الضحاك المنصوري. والمركز التاسع، تاسع المراكز، يأتينا مقدام سعيد بن عمير بن عبيد بكديدة الفلاسي مع المركز التاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز مياس محمد بن مطر بن حمد الكتبي. هكذا النتيجة بندانا الثاني لهذا الشوط المتميز، ولكن نعود مع بالحب اللي غير المسار، غير المسار الأول وانطلق بناموس هذا الشوط، انطلق مع المركز الأول مع غيث، غيث على الصدارة. سعيد بالعصر بالحب العامري يقدم لنا غيث مع المركز الأول والصدارة مع البداية. المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك شاهين سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز مصيحان أحمد بن سعيد بن منانة الكتبي يتقدم مع مصيحان مع المركز الثالث والوحش على المركز الرابع. يا سلام، سعيد بن محمد بن كراز المهيري يأتينا مع الوحش. الله الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، كم هو أيضا حامل أيضا إثارته
كم هو حامل مساره الغوي والمركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك من خلال ايضا يتقدم فيه، يتقدم مشاهدينا الكرام هناك من خلاله سالم بن راشد بن حميد الضحاك المنصوري. يلا يا راعي الوحش، يلا يا راعي الوحش، يا سلام. ولكن نعود مع البداية، نعود مع بالحب اللي أيضا مسيطر على زمام الشوط، اللي مسيطر على زمام الشوط هناك من خلال هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الرقص مع الكبار غير، مع بالحب هناك على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ركز يا بالحب، ركز يا بالحب، هناك غيث، غيث على المركز الأول، غيث مع الصدارة الأولى. سعيد بالعصري بالحب العامري يقدم لنا غيث مع البداية مع الصدارة. أما المركز الثاني، ثاني المراكز يأتينا شاهين سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي مع المركز الثاني، ومصيحان مع المركز الثالث، أحمد بن سعيد بن منال مع المركز الثالث، والوحش مع المركز الرابع هناك بقيادة سعيد بن محمد بن كراز المهيري. ولكن بالحب، بالحب روح، بالحب بنطلق مع الناموس الأول مع الصدارة الأولى. يا سلام يا سلام، خلاص يا بالحب لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، لا تقول له شيء. الأمتار الأخيرة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، خل عنده مخزون، خل عنده مخزون. مع البداية غيث، غيث مع الصدارة، غيث مع المقدمة. سعيد بالعصري بالحب العامري يقدم لنا غيث مع الصدارة مع البداية. مصيحان مع المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن منانة يأتينا مع المركز الثاني. ولكن بالحب، بالحب باعد المسافة، انباعد المسافة، خلاص خلك في السيفتي، خلك في السيفتي، خلاص خلاص لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، لا تقول له شيء. غيث مع البداية، سعيد بالعصري بالحب العامري مع البداية مع الصدارة. يا سلام يا بالحب، يا سلام. مصيحان قادم، مصيحان قادم، أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي قادم مع مصيحان مع المركز الثاني. والبداية غيث، 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 غيث. اللي بيمطر الميدان، اللي بيمطر الميدان بناموسه، اللي بيمطر بالميدان بناموسه. ولكن انا مصيحان مشكل الخطر، مصيحان مشكل الخطر، أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي مع المركز الثاني، وغيث على المقدمة، غيث مع الصدارة، غيث مع الانطلاق، غيث مع الناموس، غيث مع الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، غيث الميدان، غيث الصدارة الأولى مع بالحب هناك مع الصدارة. سعيد بالعصري بالحب العامري، سلام 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 يا بالحب، سلام، واسعد الله صباحك هذا بكل خير على فوز، على فوز غيث بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. سعيد بالعصري بالحب العامري، سلام سلام يا بالعامري، سلام، واسعد الله صباحك هذا بكل خير. تانينا وناموس على فوز غيث بالمركز الأول. المركز الثاني كان في مايهاب هلال بسالم بالعرطية الحميري، والمركز الثالث مصحان أحمد بسعيد بن منانة الاكتبي. هكذا النتيجة للثلاثة المراكز المتقدمة. نعود بالتاني مالك سعيد بالعصر بالحب العامري، تهانينا والناموس.